بلاش نسميهم بالاسماء ديالهم مع بيسا، حلوا لنا الدفاتر ديالهم وعطاونا الارقام، هما اللي عطاونا ورونا ان انه المغرب وصل للمرتبه الثالثه في العالم. اشتغلنا معاهم فوق الجائحه، وصلنا خدنا واحد الباب كامل ديال ديك لا 208 فيها الحديد والبلاستيك والجاج والالكترونيك، هادشي كله في هذا الباب. وصلنا للتنافسيه بالضبط ديال الهند، والهند هي احسن تنافسيه في العالم. هادو ارقام واضحين. غير تخيلوا معايا الى احنا في المغرب هادشي وصلنا له بصفه نهائيه. هاد 80 مليار اللي كانت غادي تكون هاد العام، 100 مليار ديال الدرهم ديال التصدير، يمكن لها توصل ل 250 مليار ديال التصدير. ماشي ب 80% ديال القيمه المضافه، ماشي ب 60% ديال القيمه المضافه، ب 80% ديال القيمه المضافه. لان اش اللي باقي خصنا؟ واش حنا باقي اليوم كنستوردوا الدجاج؟ عندنا لا سيليس، الناس كيصوبوا الدجاج من الرمله، واش المغرب ناقصه الرمله؟ عندنا لا سيليس، عندنا الطاقه المتجدده، يمكن لينا نصنعوا الدجاج اللي غادي يصلح للسيارات. ولكن اللي غادي يصلح للسيارات، علاش ما نصنعوش الدجاج اللي غادي يصلح السيده الوزيره في الموبيلي؟ من اللي كنصوبوا الالومنيوم، ما غاديش نصوبوه من لابوكسيت من التراب اللي كاين في افريقيا، وغنصوبوه غير من الالومين. اذا صوبنا الالومنيوم ديال السيارات علاش ما نستعملوش في البناء؟ الحديد كاين، داك لو فيغ بلا اللي كيصلح للسيارات كاين. دابا مستثمرين عندنا سبعه ديال القطاعات بالضبط اللي خصنا نمشيو نشتغلوا فيهم مع مستثمرين، نواكبوهم باش ندوزوا من 60% ل 80% ديال القيمه المضافه. هذا هو الا بغينا المعقول ديال المناقشه. اجي نشوفوا كيفاش نديروا هذا الشيء جميع. حنا كنشتغلوا فيه ليل نهار، ما غاديش نتفرقوا مع هذا الملف حتى المغرب يوصل 80% ديال القيمه المضافه في قطاع السيارات، ويكون من احسن من اول المنافسين في عبر العالم ديال تصنيع السيارات. واش هذا الشيء حرام فينا؟ جينا نصنعوا الجهاز ديال التنفس الاصطناعي، قال لك اسيدي المغاربه ما يمكن لهمش. واش انت دابا اش كتقول لنا بان الجهاز الاصطناعي ديال التنفس غيصوبوه المغاربه؟ اسيدي حنا كنصوبوا اجزاء ديال لي غياكتور ديال السيارات ديال الطائرات. المغاربه كيصنعوا في المغرب في النواصر اجزاء ديال لي غياكتور ديال الطائرات، فيه جوج ديال الاطراف، واحد لابارتي فخواد واحد لابارتي شود. اصعب ما كاين في الصناعه في العالم هي ديك لابارتي شود ديال الغياكتور، كتصنعوا في المغرب. حتى هادي نقولوا ما كايناش اسيدي نمشيو نشوفوهم، راه حضانا غير في المواصل. اذا صنعنا هذا الشيء ما يمكنش نصنعوا مسائل احسن من هذا الشيء. هذا الشيء عشناه جميع، ولكن جابت لنا مسائل مهمه وايجابيه في هذه الجائحه، تبين لنا في المغرب. هذاك لو كيت دو بريليفمون اللي كيدار راه كنا كنجيبوه من الصين، واحد الوقت تفقد ما بقاش. هذه 4 شهور هو كيتصنع في المغرب 100%، هذاك لو كيت كله. داك لو تيست بي سي ار اللي تفقد في العالم كنا تنقلبوا عليه، كان غير الصين اللي كتصاوبوا اللي كتصنعوا، مصير في المغرب تتصنعوا. دابا كنستعملوا لو تيست ديالنا ولو كيت دو بريليفمون ديالنا في المغرب بارخص ثمن من الثمن اللي كنا كنشريوه من الصين. واش هاد المغاربه قادين باش يوقفوا باقتصاد البلاد ولا لا؟ انا سمحوا لي، قادين حنا ببلادنا، قادين بها. اذا ملي كنسمع الجهاز ديال التنفس ما نقدوش عليه، غنقدو عليه ونفوتو عليه، غير نجلسو نشتغلو فين ما كان شي ملف، نجلسو نشتغلو عليه ونواكبو هاد الشباب ديالنا. لان غدا الا بقينا كلشي كنبخسوه وكنتسائلوا علاش هذاك الخبير المهم المغربي مشى تيخدم في امريكا، جرينا عليه حنا، ما جرى عليه حد. حنا ملي كنبغي يخدم تنقول له واش انت تقد على هاد الشيء؟ انت غير شاب مغربي واش تقد توصل لهذا المستوى؟ اسمح لي، ايوا يفوت هذا المستوى. منصف السلاوي اللي كاين في الميريكان ديال لي فاكسان مغربي ديالنا، الفيس بريزيدون ديال بوينغ مغربي ديالنا. هاد الناس هادو اللي وصلوا لمستوى عالي في العالم راه في بلادنا يهزوا البلاد ويهربوا بها. غير نعطيوهم شويه ديال العنايه وشويه ديال ثقه النفس ونوصلوا ولادنا لهذا المستوى الا سمحتوا. ولو كنقول لكم قطاع السيارات، قطاع السيارات يمكن له يمشي في دقيقة إلا خلقنا ليه حنا مشكل. تقال أنه قطاع السيارات غادي يمشي لأن أوروبا فرنسا قاتلو يمشي، واش مشى؟ تقال أنه حنا كنخدمو في قطاع السيارات القديم
ديال الديزل وديال ليسونس. واش في قنيطره ما كنصاوبوش هذيك السياره امي ديال بيسا كتصاوب في العالم غير في قنيطره غير في المغرب؟ سياره كهربائيه 100%. المهندسين اللي صنعوها مهندسين مغاربه. بيسا عندهم 4500 مهندس وتقني في مستوى عالي مغربي كيشتغل عندهم في هادشي. يعني راه المغرب تبدل هاد العشرين سنه الاخيره، حنا اللي عايشين فيه كمغاربه بعض المرات كيفوتنا ما كان نفطنوش انه المستوى ديالو تبدل. خصنا مره ندورو بجنابنا ونشوفو فين وصلنا، الشباب ديالنا فين وصل، اشنو هما الكفاءات ديالو، اشنو هما الانجازات ديال بلادنا. ظهر لي اننا، انا نقول لكم كمسؤول على القطاع، وقت ما مشيت نشوف شي منطقه صناعيه كنتفاجئ. الا مشيتو البوسكوره لحدا المطار محمد الخامس غادي تفاجئوا. داكشي اللي كتشوف في قطاع الطائرات داكشي خيال. كنقول هادشي ما كاينش عندنا في بلادنا. مشاو شي ناس صيفطوهم يشوفوا، مشاو لطنجه قلت لهم سيروا شوفوا هادشي اللي تيدار في طنجه. تعطلوا شي شويه، واحد منهم قال لهم عرفتوا دابا خصنا ندخلوا للمغرب، راه مشى الحال. هذا راه ماشي مغرب، هادشي اللي كنشوف. هذاك اسيدي مغرب، هذاكشي اللي شفتي في طنجه مغرب، هادشي اللي في قنيطره مغرب، هادشي اللي في النواصر مغرب. المغرب غادي للقدام، مازال خصنا نشتغلوا، مازال خصنا نتحدوا، مازال خصنا نتقاتلوا مع المنافسه الدوليه باش نوصلوا، لان راه حتى واحد ما غادي يرحمنا. وشكرا.